الأولى. let f يساوي 0.03 أيضا يقول لك افرض قيمة f، افرض قيمة f. الهيد لوس توتال معلومة، والال معلوم، والدي معلوم، فقط عندي الفي مجهولة، السرعة مجهولة بكل أجزاء المعادلة، سرعة الجريان في الأنبوب على اعتبار كل حد من هذا الحدود هو بدلالة السرعة. وبالتالي إذا أفرض قيمة الـ F أقدر أوجد السرعة. شوف وجدت السرعة، هاي القيمة. أحسب رينولد، أحسب E over D، منطيني الـ E، شوف هاي قيمة E، ومنطيني الـ D، أحسبها. وين أروح؟ أروح على مودي دايجرام، شوف F نيو 1 أنا فرضتها 0.03، وجدت من المودي دايجرام 0.02. فايش راح اقول؟ راح اقول 0.03 ناقص 0.02 على 0.03 اكيد راح يطلع اكبر من 1 × 10^4. فايش راح اسوي بهالحالة؟ ارجع احسب سرعة جديدة عن طريق هاي القيمة الجديدة، هاي اتركها انساها، راحت هاي بعد ال 0.03. فعن طريق ال 0.02 احسب قيمة جديدة للسرعة، شوف طلعت لي 1.17 بينما هنا كانت السرعة 0.967. احسب رينولد جديد، شوف، واحسب اي اوفر دي، او هي نفس الاي اوفر دي ما تتغير، شوف، لانه هي بدلالة اي ودي، واي ثابتة ودي ثابت. from model diagram f نيو 2 شوف تساوي 0.02، وبالتالي صار عندي f نيو 2 تساوي f نيو 1، واذا هي القيمة الصحيحة هي 0.02، والسرعة هي 1.17، وتصريف هاي القيمة يطلع، يطلع لك اياها بالمتر مكعب الثاني، بعدين يحولها باللتر يضربها في ألف. هذا السؤال شوي طويل طبعا. هذا راح اتركه عليكم يعني انتم، لانه هذا انت شوف هنا بهذا السؤال عندك شريط طبعا، هو estimate the flow of water، يعني يريد التصريف. منطيك ال head loss، يقول لك if the surface of reservoir 1 is 45 foot higher than that of reservoir 2، يعني سطح الخزان الأول هو أعلى من سطح الخزان الثاني ب 45 فوت، معناته ال head loss total ما بين 1 و 2 هي 45 فوت. منطيك كل القيم الأخرى، بس هنا راح يصير عندك فواقد رئيسية وفواقد ثانوية. والفواقد الثانوية هنا كانت عندنا بمكانين فقط، هي راح يصير عندك بثلاث مكانات، شوف هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان، خروج من خزان إلى أنبوب، وتوسع فجائي sudden enlargement، ودخول من أنبوب إلى خزان. منطق قيمة كي بهذا المكان، ومنطق قيمة كي بهذا المكان، شوف منطق قيمة كي بهذا المكان، منطق هذا الأنبوب أي وهذا الأنبوب بي، في أي وفي بي. يعني شوي راح يصير مزعج، بس هو نفس فكرة هذا السؤال اللي قبله، بس مزعج لأنه هنا احنا هنا كانت عندنا سرعة ثابتة طبعا أنبوب واحد، هنا صارت عندنا سرعتين، هنا لازم شوي نعوض ونستخدم الاستمرارية ونعوض واحدة مكان الثانية. منطق القطر الصغير 1 إنج وطوله 20 فوت، قطر الكبير 2 إنج وطوله أيضا 20 فوت، تانك واحد وتانك اثنين، طبق برنولي ما بين 1 و 2 ويطلع عندك الهيد لوس هو 45 فوت. بالبداية ايش راح تسوي؟ كيو اي يساوي كيو بي حتى توجد علاقة ما بين في اي وفي بي، في اي وفي بي، لأنه صار عندك سرعتين، احنا نريد نوحدها نسويها سرعة واحدة. شوف توجد علاقة ما بين في اي وفي بي، فكيو اي يساوي كيو بي، اذا في اي في اي اي يساوي في بي في اي بي، وبالتالي في اي يساوي 4 اضعاف الفي بي. شوف
يعوض الأقطار هنا. طبعا هذا تقسم على 12 واحد إنج حتى تحول على الفوت، واحد على 12 وهنا 2 على 12، بس هنا بما أنه أنت 1 على 12 تربيع والجهة الثانية 2 على 12 تربيع، يعني هي في كل الأحوال راح تطلع 4، راح تطلع 4 على اعتبار إذا قسمت هذا 4 على 1 أيضا تطلع لك 4، واثنين على 12 تربيع على 1 على 12 تربيع، 12 تربيع ويا 12 تربيع راح تروح ويبقى عندك 2 تربيع، وبالتالي تطلع عندك 4. إذا السرعة بأي هي 4 أضعاف السرعة بي على اعتبار القطر أصغر يعني. طبق برنولي ما بين 1 و2 مثل ما قلت لكم. Z1 يساوي الهيد لوس، هذا طبعا الميجر لوسز زائد الماينر لوسز. Z1 شوف 45 يساوي الميجر لوسز زائد الماينر لوسز على اعتبار الضغط والسرعة على أسطح الخزانين هي صفر، معرض للضغط الجوي، وهذا الخزان كبير تكون السرعة به أو سرعة الانخفاض بهذا الخزان، سرعة الارتفاع بهذا الخزان تكون قليلة تهمل. فإيش صار عندي؟ 45 شوف 45 يساوي هيد لوس بأي زائد هيد لوس بي، هذا الميجر لوسز زائد سمشن هيد لوس فتحة أي زائد بي، يعني مجموع الفواقد الثانوية من أي إلى بي، يعني هنا فواقد هنا فواقد وهنا فواقد، هاي معادلة 2، هاي معادلة 1، هاي معادلة 2، هاي معادلة 3 أو 2 عفوا، هي نفسها معادلة 2 حللتها وعزلت الفواقد الرئيسية عن الثانوية. 45 يساوي هيد لوس أي هي اف اي ال اي في اي تربيع على دي اي 2 جي، شوف بالنسبة لهذا الأنبوب، زائد الـ FB هذا كلها طبعا هذا المقدار وهذا المقدار اللي هو هيد لوس أي وهيد لوس بي، هي كلها الميجر لوسز بهذا السيستم، FB LB على DB VB تربيع على 2 جي. زائد هسه نجي على الفواقد الثانوية، الفواقد الثانوية عندي هذا قيمته 0.5 أضربه في السرعة، ويا سرعة سرعة الأنبوب اللي مربوط عليه اللي هو أي، فايش راح يصير عندي 0.5 في في اي تربيع على 2 جي، زائد sudden enlargement، فايش راح اقول؟ راح اقول الكي sudden enlargement 0.56 في في اي تربيع ناقصا في بي تربيع، على اعتبار عندي هنا سرعة في اي هنا في بي على 2 جي، شوف في اي تربيع ناقصا في بي تربيع على 2 جي في 0.56 اللي هي هاي قيمة كي، زائد هاي قيمة كي واحد راح اضربها في السرعة اللي هي في بي، شوف في زائد في بي تربيع 2 جي في قيمة كي. هسه من هالمجهول عندي، مجهول عندي اف اي واف بي وفي اي وفي بي، في اي وفي بي اقدر اعوض مكانهم هذا المقدار هذا المقدار، واخلي المعادلة يا اما بدلالة في اي يا اما بدلالة في بي، فيصير عندي صار عندي من 4 مجاهيل الى 3 مجاهيل. إذا صار عندي اف اي مجهول واف بي مجهول، واما في اي مجهولة او في بي مجهولة على اعتبار عوضت واحد من مكان الثاني اللي هو السرعة. فايش راح اسوي؟ راح اسوي المعادلة كلها بدلالة في اي، دلالة في اي، فكل في بي تربيع اعوض عنها 1 على 16 في اي تربيع، على اعتبار في بي يساوي ربع في اي من هاي المعادلة، أربع الطرفين في بي تربيع يساوي 1 على 16 في اي تربيع، فكل في بي تربيع اعوض عنها في اي تربيع على 16، شوف في بي تربيع اعوض عنها في اي تربيع على 16، هاي في اي تربيع هي نفسها طبعا، شوف نفسها، وفي في بي تربيع اعوض عنها في اي تربيع على 16، 16 هنا شوف في اي تربيع على 16 وعندي 2 جي صار 32، 32 جي شوفني، طبعا هاي سحبتها خارج قوس في اي تربيع على 2 جي، صارت مضروبة في اف اي، ال اي طبعا هي 20 فوت ودي اي هي 1 على 12 فوت، على اعتبار هي 1 انج، تحويل من الانج الى الفوت هو 1 على 12 حتى اوحد الوحدات، فعشرين على 1 على 12 زائدا في اي تربيع مثل ما قلت لكم في بي تربيع هي في اي تربيع على 16، 16 في 2 32، هاي 2 شوف
شوف 32 جي في اي تربيع، اطلعها خارج قوس يبقى عندي اف بي في 20 طول الانبوب على 2 على 12 طول الانبوب بي اللي هو العفو قطر الانبوب بي اللي هو 2 على 12 فوت، زائد 0.5 في اي تربيع، شوف 0.5 في اي تربيع زائد في اي تربيع ناقصا راح تصير في اي تربيع على 16، شوف في اي تربيع ناقصا في اي تربيع على 16 اللي هي في بي تربيع في 0.56، شوف في 0.56 على 2 جي. هاي طبعا المفروض حد اخر هنا، انا ناسي، تقول زائد في اي تربيع على 16 او في اي تربيع على 32 جي في واحد. المهم يعني هذا تبسيط اكثر للمعادلة، هنا تبسيط اكثر للمعادلة، فش صار عندي مثل ما قلت لكم 3 مجاهيل في اي واف اي واف بي. هنا راح افرض قيمتين، قيمة للاف اي وقيمة للاف بي، فحتى اسهل عملية الحل افرضهن اثنيناتن متساويات، اسيوم اف اي يساوي 0.02 ويساوي اف بي، فعوض اف اي 0.02 واف بي 0.02 واوجد في اي. وجدت في اي، في اي هاي وين اعوضها؟ اعوضها بهاي المعادلة، اوجد منها الفي بي معادلة واحد، شوف صب ان واحد في بي يساوي هالقد، رينولد اي شوف اوجد قيمة رينولد اي واوجد قيمة رينولد بي ايضا على اعتبار عندي السرعة اي والسرعة بي وجدناها، اي اوفر دي بالنسبة للاي واي اوفر دي بالنسبة للبي ايضا موجودة عندي على اعتبار كل انبوب موجود عندي بيه الخشونة او الخشونة متساوية بالانبوبين، بس الاختلاف عندي بالاقطار، شوف هاي الخشونة للانبوبين. شوف from mode diagram إذا اف اي تقريبا تساوي 0.025 و اف بي تقريبا تساوي 0.0225، ال error مال اي شوف طلع عندي 0.2 اكبر من واحد not okay. ارجع وين ايش اسوي؟ ارجع هاي القيم اللي هي الاف اي والاف بي احسب منها شنو، اعوضها معادلة 3، هاي الاف اي والاف بي اعوضها معادلة 3، اوجد في اي جديدة، وجدنا في اي جديدة، شوف صب ان كوجين 3 اند 1 اوجد في اي واوجد في بي جديدة، رينولد اي وجدت رينولد بي، فروم مودي شوف 0.025 و 0.0225 اذا تساوت عند القيم، وبالتالي في اي هالقد و في بي طلعت لي هالقد. المهم يعني التصريف يطلع هذا الرقم اللي هو اخر شيء، وشكرا جزيلا. انتظروني طبعا على محاضرة عن المضخات، وإن شاء الله محاضرة عن الشبكات أو ربط شبكات الخزانات، سواء ربط التوالي أو ربط التوازي، اللي هن محاضرتين مثل ما قلت لكم سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.